السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. البداية مشاهدينا الكرام من أسخن الأحداث التي تجري الآن على الساحة العراقية، وآخرها هو الاعتداء الذي خص النائب باسم خزع الخشان في محافظة القادسية، حيث تعرض النائب باسم خشان إلى اعتداء قال هو بأنه تم عن طريق ميليشيا السرايا. دعونا نشاهد لحظة الاعتداء الذي وقع على النائب باسم خشان في مدينة الديوانية. تابعتم هذه اللقطات مشاهدينا الكرام، لحظة الاعتداء، بالإضافة إلى ذلك قام النائب وشقيقه كذلك برفع أسلحتهما تحت شعار أو تحت مسمى الدفاع عن النفس، وهذا ما جرى من أحداث فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع على باسم خشان. لكن أيضا الموضوع لم يقف عند هذا الحد، حيث خرج النائب باسم خشان يتحدث أمام الكاميرا ويقول ويتهم صراحة ميليشيا السرايا والتيار الصدري بأنهم هم الذين يقفون خلف ما قال محاولة الاغتيال. لنستمع. الحقيقة اليوم احنا تعرضنا على اعتداء جبان من سرايا السلام، كنا في عفس لغرض العلاج لشقيقي، وتفاجئنا بسرايا السلام بالبي كي سيات واعداد كبيرة، والحمد لله كان احد المرافقين معنا ابن عمنا كان عنده سلاح، فصار رامي تقريبا هو هذا اللي خلصنا من هذا الاعتداء. كان محاولة للاغتيال والاعتداء للتسبب بضرر جسيم واذى جسيم، والحمد لله خلصت. لكن ان شاء الله حسابنا مع هذا الاصلاح اللي يريده مقتدى الصدر، هذا هو هي هاي النتيجه اللي ممكن توصل للبلد. اذا سيطر مقتدى البلد على هذا البلد على العراق فهي هذه النتيجه، بعد لا احد يقدر يتكلم ولا احد يقدر يعبر عن رايه. لكن في المقابل ايضا عندما يتحدث النائب باسم خشان عن الاعتداء وعن السلاح، فهو ايضا لا يسلم هو وعشيرته من حمل السلاح خارج إطار القانون. الحدث الذي جرى للنائب باسم خشان دفع عشيرة البركات إلى دعوة أتباعها إلى التحشد وحمل السلاح ردا على الاعتداء الذي تم على النائب باسم خشان في محاولة لإيصال رسالة، وربما قد يحدث تصعيد مختلف. دعونا نشاهد. لنتابع مشاهدينا الكرام بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أول تغريدة لدينا من عصام حسين يقول: قصة باسم خشان داعي لمؤتمر عشائري من أجل التحشيد لدعم الإطار التنسيقي في حكومة المحاصصة، حدثت مشادات كلامية بينه وبين الحاضرين مما أدى إلى فتح النار من قبل حمايته، وحدث الاحتكاك بينهم وبين الشباب، وبعدها غادروا المؤتمر لا اغتيال ولا كلاوات. طبعا عصام حسين هو أحد أعضاء التيار الصدري. لدينا تغريدة من بسام القزويني يقول: الاعتداء على النائب باسم خشان يمثل إشارة خطر ينبغي تداركها، فدعوة عشيرة المعتدى عليه لحمل السلاح تهدد بنقل التعارض السياسي إلى أعتاب الاحتراب المجتمعي. تغريدة من وائل يقول: محاولة اغتيال باسم خشان هي حلقة من حلقات الأمن المفقود في ظل الإصلاح. ورنا تقول: نائب يعتدى عليه فما بالك بالمواطن البسيط.
نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام لإبداء رأيكم بهذا الحدث وهكذا نوع من أحداث تجري في العراق. معنا السيد أبو علي من لندن، حياك الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا من أول ذولا سرايا الإجرام عصابات، كل ما هنالك عصابات، يعني ما عندهم أي أمان. فأنا أعتب على الأخوة اللي داخلين وياهم بالبرلمان بالمظاهرات والخضراء يحسبون نفسهم من ثوار تشرين. أخي ذولا هم قتلة الشعب العراقي، ذولا كل ما واحد يعارضهم، يعني هو احنا نتذكر من يلزمون الشباب ويدينوهم صفر، ها مجرد يعني مجرد يقولون اخي ليش الشكل، ليش تسرقون، ليش كذا، يدينوهم صفر وقسم يقتلوهم. هو منو قتل 800 شاب عراقي من ثوار تشرين؟ منو قتل غير هم سرايا الاجرام اهل القبعات الزرق؟ فذولا ما عندهم امان يعني. وبعدين احنا متوقعين استاذ محمد، طبعا ايضا لنكون منصفين سيد ابو علي، ليس التيار الصدري فقط المتهم الوحيد بما جرى في احداث تشرين، يعني لا 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 صحيح صح لا لا نعم وياكاني، بس احداث تشرين ما حد وقفه، لانه هو هذا مقتدى الصدر وتيار الصدري الارهابي هذا صمام الامان للميليشيات يعني كل ما الميليشيات بالخضراء حزب دعوه مجلس الاعلى هذول الميليشيات فيلا غدر كل ما عندهم مشكله يهدون، يعني حش سامع كلاب ماكو مثل ذولا. طبعا ربما ايضا هناك يعني وجهه نظر تقول بانه هذا الاحتكاك الذي حدث، هذا الاعتداء الذي جرى على باسم خشان ربما له سوابق، احدى السوابق التي جرت هو محاوله التبرير والدفاع عن الوضع القائم في العراق من قبل باسم خشان عندما خرجت تسريبات نور المالكي، يعني دخل في موقع تويتر من باب أنه لا تصدقون هاي التسريبات لأنه هذا الموضوع حيقودنا إلى الاقتتال ويقودنا إلى الفتن وما إلى ذلك، خطاب مشابه إلى خطاب الإطار التنسيقي وأدواته الإعلامية، يعني انحرف كما يقول كثيرون، انحرف عن مسار المستقل وذهب إلى اتجاه آخر يميل إلى الإطار التنسيقي، ربما هذا ما قاد إلى يعني هذا التصعيد ربما ما بينهم ما بين التيار الصدري، يعني قد تكون سبب من الأسباب. طبعا أستاذ محمد ماكو مستقل أخي، ماكو واحد يدخل بالبرلمان هو مستقل، هاي أكذوبة أكذوبة الأحزاب. نعم ماكو مو دخل على الركابة على أساس مستقل طلع وياه شو اسمه دول الفضيلة حزب الفضيلة وما أدري منهم، ماكو واحد يدخل بالبرلمان مستقل. فأنا شنو أقول للأخوة اللي على أساس هم من ثوار تشرين؟ أخي ما لكم وما للسلاطين، دول سلاطين بيناتهم، جيش عاكون وتناطحون على الكراسي، انسحبوا أخي انسحبوا، أنتوا إذا صدق تقولون ثورة تسوون ثورة، روحوا باقي المحافظات سووا ثورة. طيب عندي سؤال لحضرتك سيد ابو علي، سؤال لحضرتك بما يتعلق بالمقطع الاخير اللي عرضناه اللي هو تحشيد عشيره البركات لاتباعها بحمل السلاح في محاوله للرد على او ايصال رساله ربما لمن اعتدى على باسم خشان. طبعا هو يتهم التيار الصدري لكن الى الان لا يوجد تاكيد على هذا الموضوع بغض النظر ما هي الروايات التي تخرج، لكن القصد من الموضوع انه اليوم عندما تحدث مشكلة حتى لو من نائب مستقل يتحدث بالعملية السياسية الديمقراطية في النهاية عند الأزمات يستند إلى ذراع مسلح، يستند إلى عشيرة. طيب أين القانون، أين القانون في الموضوع؟ ماكو قانون أخي، القانون وياهم، القضاء وياهم أخي، ذولا حاملين السلاح بيديهم، النفوذ، المال، السلاح، القضاء كله وياهم أخي. احنا قلناها ألف مرة، ميليشيات تحكم العراق، ماكو قانون، منو يمشي بالقانون؟ هذا القانون يطبقوه على الناس الفقراء، القانون يطبقوه على الناس العزل، على المواطن، وباقي ذولا كلهم محصنين اخي، تفضل المالكي، المالكي وغير المالكي ومقتدي ذولا، اكو واحد يقدر يحاكمه؟ سيد ابو علي من لندن انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه، ويانا السيد محمد من امريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم أخوي الأستاذ محمد. نعم
احمد وديك هي الميليشيات مسيطره على العراق. كفي لك الله، لا تقول لي قضاء، القضاء مسيس ايراني وياهم. كفي لك الله، لا تقول لي سرايا السلام كلهم ارهابيين، والبنوك اللي عندهم يهربون الفلوس خارج العراق. عمي بلاوي بلاوي سووه، ترى انا ابو الاصلاح مختدي، هم كلهم عصابات عمي، بلد كلها بلد مافيات. كفي لك الله، لا تقول لي هذا ابو عمامه عيشاك مسؤول عن بلاهي، وكذاك الاخ مسؤول عن بارات. عمي دمروا لي البلد، ذولا مو حكام، ذولا عصابات. شنو رايك، شنو رايك باللي صار، شنو رايك باللي صار بقضيه الاعتداء على النائب باسم خشان؟ يعني اليوم اللي يختلف مع اي شخص بوجهات النظر يتحول الموضوع الى صراع مسلح، لا يوجد تفاهم، لا توجد لغه حوار في العراق اليوم. ليش الموضوع تحول خلال فتره الاحتلال من 2003 الى هذا اليوم، انه من يختلف معك بوجهه النظر يتحول الصراع من صراع كلام الى صراع رصاص في العراق؟ عزيزي استاذ محمد، راح تصير ان شاء الله بعون الله سيدنا محمد شيعي راح يقتل شيعي، هم بيناتهم الميليشيات تقتل الميليشيات. كفي لك الله تشوف، والله العظيم هم من طبوا الامريكان، من قدم لهم وري احمد والديك. عمي خليني ساكت، مو قلبي مليان حكي. كفي لك الله، من جاب النسوان بالسيارات؟ طيب وداها للامريكان. عمي تمام ابو ماشي، شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. تحفظ طبعا عن ما بعض ما ذكر محمد من امريكا. دعونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا في هذه الفقرة وهذه الحلقة. طبعا تحدثنا بحلقات سابقة عن علي غلام، مدير أو صاحب شركة بوابة عشتار التي أبرمت عقدا مع مصرف الرافدين، وتم فسخ العقد من قبل مصرف الرافدين، ودفع ذلك إلى مطالبة شركة بوابة عشتار التي يملكها علي غلام بمبلغ 600 مليون دولار شرطا جزائيا أبرم أو وقع ضمن هذا العقد. بعد هذه الفضيحة التي حدثت وبعد الحرج الذي وجه إلى القضاء، طبعا فتحوا تحقيق بهذا الموضوع كالعادة، لكن هناك قضية جديدة تخص علي غلام. أثار التسريب وثائق خاصة صادرة من البنك المركزي بشأن تمويل 3 مصارف تابعة لرجل الأعمال علي غلام، أثارت استياء شعبيا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وداخل العراق. بحسب الوثائق المسربة، المصارف 3 التي تعود إلى علي غلام هي مصرف القابض، الأنصاري، والشرق الأوسط. استلمت هذه المصارف خلال مدة وجيزة مبالغ من السلف التابعة للبنك المركزي وصلت إلى 321 مليار دينار عراقي. هذا المبلغ يقدر بثلث المبلغ الكلي المخصص من قبل البنك المركزي لتمويل القروض بتريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة لجميع البنوك العراقية البالغة 72 مصرفا. أمام حضراتكم هذه الوصولات مشاهدينا الكرام التي تبين أن البنك المركزي منح مصرف القابض هذا المبلغ، ومصرف الشرق الأوسط للاستثمار أيضا، وكذلك مصرف القابض الإسلامي، وهنا يكون والمصرف الأنصاري الإسلامي، هنا يكون مجموع المبلغ 321 مليار دينار عراقي، ثلث المبلغ المخصص من قبل البنك المركزي العراقي لتوزيعه على البنوك العراقية البالغ عددها 72 مصرف من أجل تمويل المشاريع الصغيرة. لماذا 3 بنوك تعود إلى شخص واحد تحصل على ثلث المبلغ المخصص ل 72 مصرفا؟ يذكر طبعا أن علي غلام هو صاحب شركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني كما قلنا، صاحب الشرط الجزائي 600 مليون دولار. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذه الفضيحة الجديدة. الدكتورة زينب الدليمي تقول: علي غلام ورائد محمد غلام القياديان في العصائب ومالكي مصرف الشرق الأوسط يتربعان على عرش أعلى الأرصدة في المصرف من خلال حيازتهما على أموال بيع وشراء الدولار في المزادات، وما خفي كان أعظم. أسامة يقول: نطالب من الأمم المتحدة
والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن يضعون أيديهم على أموال العراق لأنها تتعرض لأكبر سطو مسلح ونهب من مافيات الأحزاب والميليشيات، وتسرق جهارا نهارا وتسرق جهارا نهارا قوت الشعب والقضاء والجهات الرقابية والمرجعية تتفرج على هذه الجريمة، بل هي شريكة. هكذا يقول أسامة. طاهر يقول: وقاحة وسفالة بالإصرار على الفساد وسرقة مقدرات الشعب وبشكل مفضوح، لأنهم يعلمون أن الحكومة والقضاء لن يحاسبهم. استهتار عجيب بالشعب والدولة. بوابة عشتار وعلي غلام يصولون ويجولون بالعراق. الحكومة العراقية والقضاء العراقي نأسف لإزعاجكم، الموضوع لا يخصكم. تغريدة من أحمد جبار يقول: علي غلام طمطموها قضية شركة بوابة عشتار للدفع المسبق تتنازل عن الشرط الجزائي البالغ 600 مليون دولار المفروض على مصرف الرافدين، لأن التوغل في عمق القضية سيكشف مجاهيل الفساد المستور سياسيا، والذي سيفضح عدة جهات وشخصيات منغمسة بالفساد، والاسم المتداول هو مجرد واجهة لسياسيين وأحزاب. معنا اتصال. السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية حب إلى الشعب المقروض، شعب المغلوب على أمر. أستاذ محمد، أني نعم أقولكم من 2003 حكومة ما عندنا أستاذ محمد، وهاي أثبتت اليوم هذا اللي بردر ما انقلت. كل واحد هو عنده أحزاب أستاذ محمد. نعم. أني أوجه ندائي إلى المتظاهرين الأخوة أينما كانوا. يا أخوان المتظاهرين، العملية التظاهرة ما تخدم بعد بهذا البلد. عمي احنا مشكلتنا لا ويا الصبات ولا ويا الحياطين البرلمان. نعم. احنا مشكلتنا ويا الاشخاص يا استاذ محمد. احنا من اللي اذونا؟ اذونا الاحزاب، واذونا اللي حكموا من 2003. عمي اذا انتبهوا يا شعب العراق، انتبهوا الى ثورة العشرين. دورة العشرين ما قعدوا بمكان وهوسات وغيرها. عم كافي عاد يا شعب العراقي، اصحى اصحى. احنا مشكلتنا يا استاذ محمد ويا اللي قاعدين على الكراسي، احنا ارادنا محاكمة دولية استاذ محمد، اذا سمحت ولو شوية اطيل حديث. تفضل. بس انا اريد منك اريد من حضرتك تعليق على قضية الاعتداء الذي تم على باسم خشان. يعني الان تضارب بالأنباء والتصريحات بشأن هذا الموضوع. يعني قائد عمليات الديوانية يقول بأنه لا محاولة اغتيال بالموضوع، ويؤكد أن ما جرى هو مشاجرة فقط لا غير. ليش النائب باسم خشان يبينها وأنها محاولة اغتيال، ووجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى التيار الصدري؟ يعني هل تعتقد بأن هذا الموضوع هو يدخل بإطار فقط الصراع السياسي وتبادل الاتهامات؟ أستاذ محمد، مو شغلة، هي فضيحتهم بينت يا أستاذ محمد. فضيحتهم بينت. يعني هم هسه بالبرلمان إيش قاموا يسوون؟ قاموا يدزون واحد ورا واحد يا أستاذ محمد، الله يخليك. قاموا يثير فتنة، هي فتنة يا أستاذ محمد. بس أنا توجيهي مو على البرلمان. يا أخي احجزوهم دول البرلمان، نور المالكي، احجزوهم. احنا عندنا محاكمات عليهم استاذ محمد. احنا عندنا ولد مغيبين، عندنا ولد مسجناء، عندنا نساء عم نحضروهم ببيوتهم. المشكله هسه مو بالبرلمان يا استاذ محمد. مشكلتنا ويا الحكومات المتعاقبه من 2003 ولحد الان. طيب احنا نريد ناس تناصر هالشعب، هذا شعب مقروض يا استاذ محمد، شعب مغلوب على امره. كافي يا شعب، كافي، اصحى اصحى. اذا تيد تبديل حكومه مو بهاي الطريقه. عندنا حاصروهم. احنا عندنا محاكم وياهم. عندنا انا اشكر حضرتك سيد ابو عراق. نعم، وهو السؤال الذي يطرح دائما، انه طبعا بعد الشكر،
السؤال الذي يطرح أنه هل يوجد في العراق مؤسسة قضائية قادرة على إحقاق الحق ويعني محاسبة هؤلاء الذين سرقوا العراقيين، دمروا البلد، قتلوا العراقيين؟ هل هناك مؤسسة قضائية أو قاضي أو مجموعة قضاة لديهم الجرأة على القيام بهذه الخطوات هي محاسبة الفاسدين؟ ويانا أبو مالك من أمريكا، تفضل سيد أبو مالك. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم. حياك الله أستاذ محمد. يعني ما أعرف من أجيك، من أبدأ لك هاي المظاهرات؟ لا تقدم ولا تقدم. نعم. لأن الشعب منقسم على نفسه، قسم مظاهر سيارة فريق، قسم الآخر مظاهر للإطاعة التنسيق، قسم الثالث سيارة مدني، القسم الرابع سوار تشرين. يعني ماذا نعرف؟ الشعب منقسم على نفسه إلى أربع أجزاء. يعني هل من المعقول؟ الغالبية العظمى، الغالبية العظمى بالشعب وين واقفة يا أبو مالك؟ نعم أستاذ. الغالبية العظمى من الشعب العراقي برأيك أنت وين واقفة اليوم؟ الغالبية العظمى مع التيار الصدري. الغالبية العظمى مع التيار الصدري؟ حضرتك استندت على شنو بالضبط؟ استندت على بعض العشائر اللي يحبها دعوة مال المفصل. وأنا ما أعول على مفصل الصدري صراحة، لأن أنت تدري أنا عدة مرات استضافت عبر القناة. بس صوتك أرجو منك ترفع صوتك شوية، صوتك مو واضح. قصدي استاذ محمد، أنا ما معول لا على التيار الصدري ولا على الإطار التنسيقي. يعني أنت تقول بأنه أنت برأيك أبو مالك الغالبية العظمى من العراقيين اليوم واقفين مع التيار الصدري بسبب هاي الأحداث، بسبب هاي الأحداث ودخولها للبرلمان ومحاولة مثل ما يقول أنه يسوي تغيير؟ نعم تحت هالمسمى يعني. طيب لكن هاي الغالبية اللي ده تتفضل عليها، ده تفضل تذكرها سيد أبو مالك، هي يعني خلنا نتكلم على النسبة اللي حق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات. أكثر من 85% من الشعب العراقي رفضوا المشاركة في العملية السياسية اللي تتواجد بها هاي الأحزاب. إذن هنا نحن ده نقول إنه اللي نزلوا للشارع الآن قد يمثلون أجزاء بسيطة من المجتمع، لكنهم ليسوا بالضبط الغالبية العظمى، لأن إحنا دا نتكلم عن صحيح. عن ملايين، إحنا ما دا نتكلم عن واحد واثنين وألف. والدليل أستاذ محمد، هذول اللي ظهروا بالنسبة للإطار التنسيقي صدق واثق بالله كلهم ميليشيات بلباس مدني وليس محسوبين على الشعب العراقي، وإنما هذول تحت مظلة الميليشيات. والدليل إنه اللي دا يطلعون ويظهرون بالإعلام هو لو كان نائب تابع لدولة القانون، لو كان نائب تابع العصائب الحق وهكذا، كلهم ميليشيات ولباس مدني. يعني ماكو واحد مدني من الشعب العراقي اللي هو ما مرتبط بتيار متظاهر مع الإطار التنسيقي. سيد أبو مالك، القضية اللي صارت هسه قبل قليل اللي هي قضية باسم خشان، طبعا هذا الشخص ذكر في تسريبات المالكي وأشادت بتصرفه الميليشيات اللي التقت بنور المالكي، وكذلك المالكي أشار بالخطوات اللي اتبعها باسم خشان تجاه التيار الصدري، وكأن هذا الشخص أخذ على عاتقه عملا واحدا وهو الوقوف أمام التيار الصدري. وهنا يأتي إلى ذكر قضية الاغتيال كما يقول هو طبعا، في حين قائد شرطة الديوانية ينفي وجود أي موضوع يتعلق بمحاولة اغتيال ويقول هذه مشاجرة بسيطة. طيب، وطبعا هناك أيضا نفي من التيار الصدري بأنه الموضوع لا اغتيال ولا كذا، لكن هو مجرد تصعيد بالخطاب. برأيك أنه هل هي محاولة من النائب باسم خشان أنه يتهم التيار الصدري بشيء بسيط كهذا، أنه يصعد لمحاولة اغتيال مشاجرة بسيطة لكن هو وصلها إلى اغتيال، رغم أنه اللي ظهر بالمقطع هم يعني بعض العصي، من اعتدى عليه أو من اشتبك معه كان يحمل العصي في حين هو كان يحمل سلاح. فهنا نتساءل يعني هل يدخل هذا الموضوع ضمن محاولة اتهام يستخدمها الآن باسم خشان ضد التيار الصدري، أم هي فعلا لمن يختلف معك بالرأي يتعرض إلى تصفية اليوم في العراق؟ هو هذا اللي أنا أريد أوضح لك، اليوم ما في عندك
احترام للرأي والرأي الآخر. اليوم كلها مسألة عصابات، والمؤخرات الدفير من تيار الإطار التنسيقي اتجاه التيار الصدري ومن بعض المنتمين للتيار الصدري اتجاه الإطار التنسيقي كأنما تقول العراق ملك خاصم أو ملكهم الخاص. يعني مو شعب عراقي ده يتأذى من وراء هاي المؤخرات مالتهم. يعني انت تصور السياسي الحقيقي واللي هو يحمل مبدا فكر ما يكون ذيل او عميل لدوله اخرى. ان البلد عباره عن ذيل. مثل ما الانسان يخدم بيته يجب ان يخدم بلده. سؤالي الاخير لك سيد ابو مالك، سؤالي الاخير لحضرتك، اليوم كل اللي موجودين بالعملية السياسية اللي يسمون نفسهم نواب مستقلين يطلعون على وسائل الإعلام، وطبعا من ضمنهم باسم خشان، يطلعون على وسائل الإعلام يتحدثون عن حصر السلاح بيد الدولة. طيب هذا مطلب جماهيري، لكن عندما تحين لحظة حرجة أو لحظة تصعيدية مثلا أو أي حادث معين يمر، نرى المقطع اللي عرضناه، مثل نرى هذه اللقطة اللي عرضت في هذا المقطع قبل شوية، عشيرة هذا النائب المستقل الذي يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة يملكون سلاحا خارج إطار القانون. طيب أليس الأولى والأجدر بمن يتحدثون عن المثاليات أن يكونون هم أول من يبادر بدعوة عشيرته، وهو الذي خرج منها، إلى التنازل عن سلاحهم وتسليمه إلى الدولة ليكونوا قدوة لبقية العشائر، أو يكون هو بابا لتسليم بقية السلاح؟ أشو اليوم كل اللي يتكلم عن المثاليات هو عكس ونقيض ما يتحدث به. هم أصلاً يسيرون عكس المنطق. هم يمشون عكس المنطق، وهذا يحدث ترى كله تسويق إعلامي من عندهم. هو من يطلع بالإعلام يسوي لك العراق كذا والعراق كذا وإحنا الخدمات مالنا كذا والعراق أسوأ بلد بالعالم. لا سيادة ولا احترام لمواطن، لا خدمات، لا صحة، لا تربية، لا جميع المصيرات الحياة معدومة بالعراق. ومن يطلع لك نائب من عندهم على الإعلام ماكو أشطر من عنده بالتسويق الإعلامي. فيا سيد محمد إحنا مو غش ما عنهم ولا جايين جدد عليهم، هذول الله بلا بيهم الشعب العراقي بلول، وإذا مو الله سبحانه عز وجل يديلهم ما ممكن يزالون لا عن طريق الشعب ولا عن طريق غيره. شكرا جزيلا سيد أبو مالك من أمريكا، شكرا لك. ويانا أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا ابو عبد الله. السيد ابو عبد الله من اربيل. من اربيل ومن صلاح الدين. ابو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله، وصلتني اربيل. تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد شلونك؟ حياك الله ابو عبد الله، اهلا وسهلا. استاذ عندي وسع لي صدرك، البارحه باخر الحلقه طلعت ام عبد الله من بغداد. طيب مع احتراماتي لها، نعم، تقول على المظاهرات، تقول السنة وين راحوا وشو ما يطلعون السنة. اي السنة من طلعوا السنة ومعهم المالكي من طلع بالتلفزيون من صبح قال راح تبدأ معركة بين آل الحسين وآل يزيد. يعني سوى السنة آل يزيد، هو من آل الحسين. الحسين بريء منه ومن شكله. وطلبوا لهم داعش للمناطق الغربية، الموصل، أنبار، صلاح الدين. خل تسمع أختي أم عبد الله، أتمنى تسمع أختي أم عبد الله. من طبب عليهم داعش صنيعة منه؟ من اللي يقود داعش؟ هسه أنت تقول علي غلام كم سياسي وراء؟ زين داعش كم سياسي وراء؟ اللي يقولون عليهم سياسيين بس هم مو سياسيين، هم سيئين. نعم. وهذا باسم خشاب من طلع والله التجاوز العليا، والله راح ينحسب رفيال. ايش تعرف عجل انت اللي يقود هذا البلد؟ اللي يقود هذا البلد وهي كلها العقودة عصابات. نعم. هذول سياسيين مو سياسيين، دول ناس حرامية، ناس مرتزقة. جابهم برايمر القذر وامريكا القذرة جابتهم حطتهم على الكراسي. اتحدى واحد يقول انا عندي شهاده ويطلع شهادته وهي شهادته صحيح. الشهادات عجيبوها
من لبنان عيشتروها مشتري بفلوس. أبو عبد الله، هي الفكرة مو بالشهادة ولا التحصيل الدراسي بقدر ما هو ولاء للوطن وخدمة للشعب وتسخير هذا العلم اللي حصل. يعني أكو حتى لنكون أيضا أكو ضمن هؤلاء الذين جاءوا بعد الاحتلال من حصل على شهادات ومن جامعات رصينة، لكن ما قيمة هذا العلم وهذه الشهادات إن لم تسخر لخدمة هذا البلد ولمنفعة الشعب؟ ما جاء ينفع الشعب. نعم سيد أبو عبد الله، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. ويانا سيد أبو يوسف من بغداد، تفضل يا أبو يوسف. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. ربما موضوع يعني قريب للواقع اللي نعيش فيه إحنا. تفضل. خصوصا النائب باسل خشان ما متابع موضوعاني حقيقة. هنجيله بتعليق من حضرتك بعد شوية، بس شنو موضوعك؟ القضاء ما عندنا قضاء نزيه وشريف في العراق. يقول يعني لو عندنا قضاء صحيح ونزيه ما كان آلاف مؤلفة من إخواننا في السجون قابعون بتهم شهادية، هاي أولا. ثانيا ما كان هذه الرواتب والمخصصات اللي أعطيت وتعطى للبرلمانيين والوزراء والدرجات الخاصة يعني شيء لا يذكر ولا يوجد أي بلد بالعالم هكذا مخصصات مالية وامتيازات. يمكن يراد لها مجلدات تكتب حتى يعرف الشيء انه ايش يصرفوا لهم من وش ينهبون بتراوحات البلد. والوزير المالية يطلع يعني يستنكف في تراتب المدرس انه 700,000 و 800,000 يقول هاي هواية اللي يقللها. هذا موضوع. موضوع اخر بخصوص اخوان اهل التقلاوية المغيبين. يعني لو نرجع لليوتيوب 2014 و2013 راح تلقون حلقات مسجلة لرئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطاب في حينها، عندما سئل في أحد الحلقات أنه هؤلاء استعمارات أكثر أو أقل من أهل الرمادي أو التقلاوية، هؤلاء يعني ناس أبرياء، قال بالحرف الواحد ليسوا أبرياء سيحاكمون وربما يعدمون. يعني ليش ما تعممون هذا الموضوع لإخواننا أهل الثقافية يقدمون دعاوي على هذا الشخص أو يراجعون باليوتيوب أو يعني يتابعون هالأمر هذا؟ حاليا هم في حيرة من أمرهم. طيب هسه هسه نجي للنقطة اللي حضرتك تفضلت بها بالبداية، تقول أنا ما عندي علم على موضوع باسم خشان. بحسب قائد شرطة الديوانية قال بأنه هناك شجار حدث ما بين النائب باسم خشان ومجموعة من الأشخاص، طلع النائب يقول هاي محاولة اغتيال والمتهم بها هو التيار الصدري وميليشيا السرايا، وعشيرته جمعت أتباعها بالسلاح ورمي عشوائي وإطلاق نار في الهواء في محاولة لإيصال رسالة. هذا نائب مستقل، اسمه توصيفه هو يوصف نفسه بأنه هو نائب مستقل. طبعا قائد الشرطة نفى وجود محاولة اغتيال وقال مجرد مشاجرة، لكن عندما ننظر إلى الجانب الآخر نرى بأن رد هذا النائب لم يكن ردا وفق سياقات قانونية مثلا، وهو دائما الذي يتحدث عنها، لم يكن ردا بطريقة الحوار أو النقاش، كان ردا بطريقة الميليشيات، حشد عشيرتك وأتباعك وأنصارك بالسلاح ده توصل رسالة. اليوم العراق في ظل هذه العقليات إلى أين يسير برأيك؟ العراق وسط هذه العقليات التي تحكمنا حاليا يسير إلى أو سائر إلى الهاوية، يعني ما بقى شيء قليل للهاوية. نعم للأسف، لأن اللي يحكمونا والأحزاب والكتل السياسية كل حزب وكل كتلة يدعي انه هو ابو البلد، هو البلد ضيعتهم او عشيرتهم خاصه بهم، فلا يحترمون قانون ولا يحترمون شعب ولا يحترمون الدستور اللي هم كتبوه يعني ايضا. لذلك تلقي مستخف بقوانين الدوله وقرارات القضاء وباي شيء انه هو ابو زيد الهلالي ابو برلماني وخلاص، يحرك عشيرته يحرك عريته واخذ حقه بذراعي مو بالقانون اصحابه. نعم حتى ياخذ حقه مثل ما يقول. طيب انا اشكرك سيد ابو يوسف من بغداد، اشكر حضرتك للمشاركه. ويانا السيد ابو علي من البصره، تفضل يا ابو علي. السلام
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. انا اتمنى اتحدث بس كون ما تقاطعني. تفضل. قاطعتك وياي بس كون قليله استاذ محمد. تفضل، حياك الله ابو علي. قبل يومين ثلاثه كان عندي اتصال. نعم. وقلت لك اذا مقتدى الصدر سيطر على العراق اقرا السلام على العراق، وحقيقه تفهمون الصدام مليون مره يوميا. طيب شوف سبحان الله هسه النائب هذا بهذا الاختيال عليه، شوف هسه شنو قال هو؟ قال اذا سيطروا على الحكم اقرا السلام على العراق. منو اللي قال هي محاوله اغتيال يا ابو علي؟ ها منو اللي قال هذه محاوله اغتيال؟ استاذ محمد احنا عراقيين، انت عراقي كذلك. نعم. وتعرف ايش قاعد يدور بالعراق من بعد ما راح صدام لحد هذا اليوم. بالنسبه للتيار الصدري ما يقدر كل انسان هسه يحكي عليهم كل حكايه. ارجع لسؤالي بس لو سمحت ابو علي، انا طبعا اعتذر لانه اريد اقاطعك لانه عندي مجموعه من الاسئله والوقت ضيق. تفضل. من الذي قال اتفضل. او من الذي اكد لك او اكد للنائب انه هذه محاوله اغتيال؟ هذا بالنسبه اللي انا قاعد اشوفه. أيه. يعني ما متاكد 100%. طيب شنو رايك بحديث قائد شرطه مدينه الديوانيه نفى وجود محاوله اغتيال وقال هذه مشاجره فقط؟ هذا تصريح قبل شويه لقائد شرطه الديوانيه، شنو تعليقك؟ تعليقي على بالنسبه الشرطه والاجهزه الامنيه كذلك والقضاء ما عنده كل استطاعه وقوه على التيار الصيدري، التيار الصيدري مهيمن بشكل يافي، هذا اتجاه ثاني. اذا البرلماني الاستاذ خشان اذا بالنسبه شال سلاح هو ولا عشيرته، طبعا يريد يدافع عن نفسه يا اخي، لان هؤلاء وين حصر السلاح؟ اين حصر السلاح بيد الدوله يا ابو علي؟ مو كلهم يدعون الى حصر السلاح حتى يستتب الامن والقانون والنظام، حتى الدوله تصير اقوى؟ شلون حتصير اقوى الدوله وكل واحد عنده ذراع مسلح؟ هذه استاذ محمد هذه كذوبه عليك وعلي، من المستحيل. اليوم التيار الصدري يقدر يسلم اسلحته للدوله؟ هذا من المستحيل يا اخي. اليوم التيار الصدري مهيمن بسلاحه. طب انا عندي سؤال ايضا فيما يتعلق بالسلاح، هل فقط التيار الصدري هو الطرف الوحيد الذي يحمل سلاح في العراق؟ لا اليوم شوف خل اقول لك، اليوم كل التيارات اللي موجوده من كافه الاحزاب من كافه الطوائف الكل عندها سلاح وكلها مسلحه، عرفت شلون؟ والشعب اليوم بعد صار، شوف خل اقول لك، هي مو بس الاحزاب، هي مشكله العشائر. اليوم من المستحيل ماكو عشيره ما عندها سلاح. تمام. انت كذلك اذا ما عندك سلاح ما تحمي نفسك. انا لا احاكي كذا ما عندك سلاح. اذا هل من الانصاف يا ابو علي ان نتهم طرفا واحدا فقط بخراب العراق، في حين مثل ما تتفضل أنه الكل اليوم ضمن العملية السياسية لديهم فصائل مسلحة وأذرع مسلحة؟ عيد السؤال. يصير اليوم إحنا نتهم طرف واحد بس أنه هو السبب في خراب ودمار العراق، في حين أنه من 2003 إلى اليوم اللي مشاركين في العملية السياسية كلهم عندهم أذرع مسلحة؟ لا شوف استاذ محمد، انا ما ادافع لك عن طرف واحد، لا. اليوم الكل مقصر والكل حقيقه عندها اخطاء، بس اكو اخطاء عن اخطاء تختلف، اكو هيمنه، اكو سيطره، اكو جرائم، شوف اكو اعتداءات على الشعب العراقي اليوم. انت من تحت حجايه من تحت حجايه بالليل تنقتل يا اخي، محلك ما مأمن على نفسك. تمام. شوف هذا الحادث او هذا الكلام، اعطيني مجال استاذ محمد. لا انا حطيك مجال بس انا تعرف عندي فكره خليني اوصلها لك. تفضل. انا سابقا وان تحدثت لك قلت لك في مباراه تشرين انا كنت موجود يا اخي. بالنسبه اخواننا اللي ظاهروا قاموا يسبون بكافه جدين، سبوا من المالكي من الخزعلي من فلان من فلان وعدوها كلها. انا حقيقه تحدثت وياهم قلت لهم اخوان احنا ليش نسب وبالتالي نسبب مشكلة؟ المهم أنا انسحبت. نعم. من وراء أيام سبوا مقتدى. عندي سؤال. لا بس اسمح لي، أنا هسه عندي خل أوصل لك الفكرة. ماشي هم شوف أبو علي مو الوقت، والله العظيم الوقت ضيق، حتناقش وياك بكم سؤال سريع. اليوم العراقيين يكرهون هذه العملية السياسية بمن فيها، العراقيين اللي قاطعوا العملية السياسية وقاطعوا الانتخابات
ويرفضون كل هذه الأحزاب الموجودة. ذولا العراقيين اللي يخرج منهم اللعن ضد ذولا وذولا. لكن أنت تفضلت في بداية حديثك وقلت أنه إذا يحكم مقتدى الصدر الناس حتقوم تترحم على أيام صدام. هل تعلم حضرتك أنه من محافظات وسط وجنوب العراق ومن المحافظات التي تنتمي إليها أحزاب السلطة الآن الموجودة كلها بغض النظر من يا حزب، هل تعلم بأنهم في زمن المالكي وعادل عبد المهدي وحيدر العبادي وكل من حكم العراق خرجوا لوسائل الإعلام فترة أو بأخرى يترحمون عن على النظام السابق بسبب الضيم والظلم اللي موجود في العراق؟ يعني مو بس التيار الصدري، الكل مشارك ب يعني جعل المواطن العراقي يتحسر على ظلم سابق لأنه دا يشوف شيء أظلم، شيء أقسى أسوأ اليوم. أستاذ محمد أجاوبك، أنا أقول لك شنو هو الظلم وشون الناس تترحم. أنا رح أقول لك يعني بالنسبة أول شيء مثل ما تفضلت لك قلت لك تيار الصدري هو هذا، خلينا نترحم هذا باتجاه طيب. وباتجاه الثاني أكو ظلم من تجاه المواطن. أكو يعني مثلا هسه اليوم لو تجي المواطن العراقي أكو واحد يستلم يا أخي راتب 5 ملايين وأكو عائلة ما تستلم، وهذا اللي خلى الناس تترحم يا أخي. أكو طيب. ظلم. أكو بالنسبة صعود براعة هاي كذلك. سيد أبو علي نعم أنا أعتذر من حضرتك لأنه الوقت ضيق للغاية ولدينا متصلين ينتظرون، لكن كل اللي تتفضل به يا سيد أبو علي من البصرة شارك به من حكم العراق، تشارك به أحزاب السلطة من عام 2003 إلى اليوم. كل اللي تتفضل به من ظلم للمواطن، إفقار للشعب، حرمانه من الحقوق والواجبات، حرمانه من حقه في الحصول على البطاقة التموينية، من حقه بالكهرباء، من حقه بمياه نظيفة، حرمانه والأهم من بلد به قانون وبلد آمن، كلها شريكة بها الأحزاب اللي تحكم العراق. مو طرف على حساب طرف، مو التيار الصدري على حساب دولة القانون. فأنت نقول التيار الصدري إنه هو حيعيش بزمن العراق الأسوأ. العراق الآن يعيش الأسوأ عبر تاريخه الحديث. ويانا أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا. وحيا الله قناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد. إحنا بالعراق من 2003 لحد الآن يعني مسلسل القتل والجرائم اللي حصلت يعني كثيرة عندنا من 2003 لحد الآن. هاي الأحزاب، كل الأحزاب اللي نقول ميليشيات، هي اول يعني نقدر نقول اقوى من القوات الامنيه واقوى من الجيش العراقي واقوى من كل شيء، لانه هي بدت اول ما دخلوا للعراق بقياده زعماء الميليشيات وقياده اللي جوي على الدبابه، هذول ابتدوا ويا العراقيين بالقتل والطائفيه والتهجير. ومن بعدين يعني ما صار العراق صارت الحكومات المتعاقبه ظلوا هذا المسلسل الدم اللي قاعد عندنا من 2003 بدون محاسبتهم. يعني حتى عندنا اساتذه من جوامع يعني حتى كل اللي قاعد يصير بالمتظاهرين كتلوا، بالمحامين كتلوا، بالقضاء كتلوا. فهذا مسلسل الدم انه اذا يمكن يضربون نائب او يتعدون عليه باشر يقتلوه. فهذا عده احزاب اللي موجوده هي ما زالت يعني تقتل الشعب العراقي وتقتل كل من يوقف ضدها. ليش؟ لانه ما عندنا قضاة يعني يحاسبون هذول الميليشيات وهذول الاحزاب اللي قاعدين قتلوا دم العراقي الدماء بارده يعني بدون محاسبتهم. فهاي اللي طالب الاصلاح واللي يريد الشعب الخير ما هو يختم من 2003 ولحد الان يريد الاصلاح. وكل هاي الميليشيات اللي ساعد عباسه يعني حول اي اصلاح يتكلمون عليه اي طيب. اي انجازات راح يقدمون للشعب بوجود هذه الاحزاب وهاي الميليشيات اللي قاعد تقتل سواء المتظاهرين سواء من النواب سواء المحامين. كل هاي الامور ماكو لهم محاسبه، ماكو لهم رد، لانه هم الاولى من يعني على سلطوا على رقاب العراقيين وعلى القوات الامنيه كلهم تدعمهم ايران وميليشياتها واحزابها. اما القوات الامنيه يعني ما من معقول من نشوف يشوفون هيك مساله
يعني احنا بالنسبه للشخص احنا هذا الماسم خشان احنا لا ان اخذيه ولا شيء، بس مهما يكون انه رجل نواب للدوله يعني لازم ارجع واقول سيد ابو عمر من بغداد انه قائد شرطه الديوانيه نفى وجود محاولة اغتيال للنائب باسم خشان، وقال بأن ما جرى هي مشاجرة فقط لا غير. هذا تصريح قائد شرطة الديوانية، يعني الموضوع حتى لا يصل بالفكرة التي يريد أن يوصلها باسم خشان أنه هي محاولة اغتيال، ربما يعني تختلف وجهات النظر والطرح من هنا وهنا، لكن هذا الكلام الذي خرج من قائد شرطة الديوانية ينفي فيه وجود محاولة اغتيال. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد أبو عمر، وبما لدي من لحظات دعونا نعرض مشاهدينا الكرام ما لدينا في موقع تويتر في هذه الحلقة. لدينا وسم هو الأهوار تموت عطشا، دعونا نتابع بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم. عادل يقول: تاريخ وحضارة ومجتمع له قيمة وتقاليد وبيئة جميلة وثروة حيوانية كلها تهدر. تغريدة من فرات يقول: جفاف الأهوار يعني حلول كارثة بيئية وسكانية وساسة البلد في سبات عميق عما يحدث، لأنهم لا يعرفون سكان هذه المناطق إلا في يوم الانتخابات. عندنا تغريدة من تبارك تقول: في وسط الصراعات السياسية هناك شعب يموت عطشا وتموت معه حضارة وتراث كامل يمثل العراق، لذا اتركوا صراعاتكم السياسية وانتبهوا إلى شعبكم وثرواتكم المهددة بالانقراض. يوسف يقول: 30,000 عائلة بحاجة إلى الإغاثة وأهلها لا يجيدون إطلاق أصواتهم، كن أنت صوتهم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.